تشفع بالله على أحد من خلقه. يعني هذا جعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق. يصح أن الإنسان يأتي إلى المريض، المريض يأتي إلى الطبيب يقول المريض تعبان، لا إشكال، هذا ليس باعتراف، لأنه لابد يبين لمن للطبيب، يقول عندي كذا لا أنام الليل مثلا، هذا ليس بالاعتراف عن قضاء قدر، مفهوم؟ أما أمام الناس يقول أوف وتعبت وكذا، لا، يأتي للقاضي يقول فلان ظلمني، أتعبني فلان جالي مثلا، صحيح؟ أي نعم، يصح. فجاء هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له الحال، يصح. لكن عندما ذكر أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من رتبة الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لم ينكر عليه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو في حياته عليه الصلاة والسلام حي وحاضر قادر، أعتقد أنه سبب. نعم.